الحضارة هي الثمرة الناتجة عن الجهود الإنسانية التي تساهم في تحسين ظروف الحياة، فما يحدث على أرض مصر هو تغير جذري وإصلاح كلي لما له من أثر مباشر على حياة المصريين، فاستحق أن يكون نقلة فريدة في تاريخهم. نقدم الآن لحضراتكم فيلما تسجيليا من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية بعنوان نقلة حضارية. هنا القاهرة الزاهرة العامرة، مدينة الألف عام. على مدى تاريخها الطويل اتسعت عاصمة مصر المحروسة، وشافت في بدايات القرن العشرين نمو ملحوظ في الاتجاه الشرقي اللي بيستقبل ضيوف مصر من كل أنحاء العالم. تعد السنين ويفضل قصر البارون شاهد عيان على نشأة وتطور واحد من أجمل أحياء القاهرة، حي هليوبلس، مصر الجديدة، سحر المكان والزمان. ويمر بينا الزمن تتغير المعالم وتتبدل الصور ويزيد النمو العمراني والمعدل السكاني، وكان لازم نطور حي مصر الجديدة بالشكل اللي يناسب دوره كشريان حيوي بيربط القاهرة بالطريق الدائري وطريق السخنة والسويس والإسماعيلية. ده غير أهميته اللي اكتسبها كأحد أهم ممرات الوصول للعاصمة الإدارية الجديدة. وعشان يلبي مطالب الحركة العمرانية ونضمن السيولة المرورية، كان لازم نحقق لمصر الجديدة نقلة حضارية. ليه احنا عملنا برنامج ضخم لمنطقة مصر الجديدة؟ كان في نقطة اختناق كبيرة جدا في المنطقة ديت. عشان تتحل احنا بنعمل في حدود، يعني على الأقل في المنطقة ديت في حدود 10-12 كوبري يحلوا مسائل ويخلوا التدفق يزيد، ثم الساعة بتاعت المحاور بعد ما كانت 2 حارة و3 حارة بقت 6 حارة أو 5 حارة على الأقل. احنا بنتكلم على شرق القاهرة كله. ودارت عجلة تطوير طرق وكباري مصر الجديدة وامتدادها بأحياء مدينة مصر. في المرحلة الأولى طورنا 10 طرق بإجمالي طول 15 كيلومتر، مع إنشاء 5 كباري بطول 3 كيلومتر. وفي المرحلة الثانية طورنا 5 طرق بطول 8 كيلومتر، ده غير إنشاء 5 كباري بإجمالي أطوال 2 كيلومتر. وفي أحياء مدينة مصر طورنا 5 طرق بإجمالي طول 13 كيلومتر، مع إنشاء 3 كباري بطول 3 كيلومتر. أما في محور روكسي رمسيس فطورنا 6 طرق بطول 10 كيلومتر، وبكده حققنا معادلة مثالية لربط وسط البلد بشرق القاهرة. واستمرت عمليات التطوير في محور الفريق إبراهيم العراقي واللي بيمتد من جسر السويس في اتجاه مدينة بلبيس، فتم الانتهاء من إنشاء 8 تقاطعات جديدة بإجمالي 13 كيلو متر تقريبا، ده غير 8 كباري بإجمالي طول يقترب من 2 كيلو متر.
وفي طريق القاهرة السويس استمرت عمليات التطوير على مرحلتين. في المرحلة الأولى انتهينا من إنشاء الطريق الرابط بين كوبري أبو غزالة والطريق الدائري بطول 8 كيلومتر، مع إنشاء 2 كوبري أمام منطقة جاردينيا. في المرحلة الثانية انتهينا من إنشاء طريق بطول 38 كيلومتر عشان نحقق آلية الربط بين الطريقين الدائري والدائري الإقليمي، مع الانتهاء من إنشاء 6 كباري في مدينة الرحاب ومدينة الشروق. كما تم إنشاء وتطوير كباري المشاة والتقاطعات، واللي هتفضل من أهم العلامات المضيئة في تطوير مصر الجديدة. منظومة حضارية مثالية لنقل الأفراد والمركبات وتقليل زمن الرحلة من وإلى حي شرق القاهرة، مع ربطه بكل أنحاء العاصمة. مصر الجديدة مش مجرد حي سكني، لا، ده تاريخ محفوظ في الذاكرة المصرية، تاريخ هيفضل باقي طول ما بنحافظ عليه وبنعيد اكتشافه وتطويره، زي ما طورنا أجمل آثاره التاريخية قصر البارون إمبان. التحفة المعمارية الأغلى، القصر المهيب اللي تعرض للإهمال على مدى السنين، النهاردة بقى درة متوهجة فوق جبين مصر الجديدة. بعد رحلة طويلة من الترميم بدأت عام 2017 على أيدي كوكبة من خيرة المعماريين والأثريين تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. أخيراً بيفتح القصر أبوابه للزوار وبيكون معرض بيحفظ تراث مصر الجديدة. حركة بنا وعمران في كل مكان على أرض مصر. أياد التطوير قدرت تحول مطار العاصمة الدولي عشان ياخد مكانته كمطار مدني وعسكري، مطار كبير على مساحة 4 كيلو متر مربع، بيشمل ممر الرئيسي بطول 3650 متر وعرض 60 متر، ده غير 3 ممرات فرعية بطول 400 متر وعرض 24 متر، وبيضم المطار صالتين سفر ووصول وجهزتين بأحدث منظومة للمراقبة والسيطرة الأمنية، ده غير عشرات المباني الإدارية والخدمية ومناطق الأسواق الحرة ومقرات البنوك. العجلة دايرة من شرق القاهرة لغربها، دارت عجلة التطوير بأعلى المعايير العالمية، فتم الانتهاء من تطوير مطار سفينكس عشان يكون مدني وعسكري. المطار على مساحة 1035 فدان، بيضم ممر رئيسي بطول 3650 متر وعرض 60 متر، بخلاف ممرات فرعية بطول 430 متر وعرض 24 متر، وصالة سفر ووصول بتستوعب 300 راكب في الساعة، وقاعة لكبار الزوار، ومبنى رئيسي على مساحة 4750 متر مليان بالمناطق الإدارية والخدمية. صورة مثالية لإنجاز تخيلناه وحلم حققناه، حلم جزء منه اتحقق وإحنا في ملحمة التصدي لأزمة كورونا، والإيد اللي حمت صممت وبنت في أيام معدودة مستشفيات القوات المسلحة للعزل، واللي بتضم 4000 سرير
والمجهزة بأحدث الأجهزة الطبية وأتقن التمريض لخدمة أهل مصر المحروسة. طورنا وهنفضل نطور ونبني لمصر نهضة تنموية بلمسة جمالية ونقلة حضارية.